أنا لين الوديان، مشاركة في معسكرات الحسين. هاي السنة المعسكرات رقمية، جداً إشي إيجابي وسهل، من ناحية كمان إنه بنمنع التخالط والاحتكاك بالناس الثانيين، وهي عبارة عن طريقة جديدة غير عن النمط اللي إحنا معتادين عليه في العادة. أنا عبد الكريم عبد العليم، مدرب مهارات حياتية، معسكر التماسك المجتمعي. لليوم الثاني على التوالي نحن بالمعسكر لمست عند الشباب حب التعلم، حب الفائدة، لمست عندهم الطاقات الشبابية اللي منحب نشوفها دائماً بالشباب، قوة الإرادة، القوة الموجودة عند الشباب رائعة. لمست عندهم حب التعلم، حب الفائدة، حب التوجيه نحو الأفضل، بدهم إيش يقدموا لمجتمعاتهم، يعني عندهم طاقات رائعة، حب التقديم للمجتمع، حب فائدة المجتمع عندهم. لما أعطيناهم مهارات حياتية لمست عندهم حب التعلم إلها، فهذا إشي كثير رائع لمسته، وأنا فخور إني معهم وجزء كنت من هذا المشروع.